بسم الله، اليوم رح أعمل أصابع البقلاوة محشية بالقشطة، والقشطة كمان منزلية. يلا نبدأ بطريقة القشطة. بداية رح استخدم لتر حليب سائل، تقدروا تستخدموا طبعا الحليب البودرة، وعندي 8 معالق كبار نشا. رح أضيف كل هاي المكونات على البارد. لازم أخلط الحليب مع النشا كتير كويس لحتى أتأكد إنه داب تماما. كل هذا على البارد، لسه ما شغلت النار. بعد ما تأكدت إنه الحليب اختلط مع النشا شغلت النار، وتحريك مستمر لحتى ما يترسب عندي النشا بقاع الحليب ويكتل، وممكن ينحرق ويعمل لي نكهة مش طيبة. شايفين هلأ بلش يشد معي، بلش يغلي ويشد، ما بتركه أبدا، بستمر بالتحريك والتقليب لجنن غير شكل. بخليها هلأ دقيقتين على النار برضو مع تحريك مستمر وتقليب، ما بتركها أبدا لحتى تتجانس معي وتشد كويس. بعد ما القشطة تقلت عندي هلأ بتركها شوية تبرد تقريبا 5 دقائق، بعدين رح أضيف لها باكيت جيمر. هلأ عندي باكيت قشطة جيمر، رح أضيفها للقشطة اللي عملتها وبقلبهم مع بعض لحتى يتجانسوا كتير كويس. هلأ رح أضيف تقريبا معلقة صغيرة ماء الزهر، ما رح أكتر، كمان ماء الورد معلقة صغيرة ما رح أكتر. بقلبهم كتير كويس مع بعض، ورح أترك القشطة لغاية ما تبرد تماما. شوفوا ما شاء الله لسه ما بردت عندي وجدا متماسكة، علشان هيك أنا حطيت كمية نشا بتناسب كمية الحليب لهاي الوصفة. بنحتاج كمية نشا أكتر من الوصفات التانية. هلأ رح أحكي شغلة مهمة، علشان القشطة ما ينشف سطحها أنا رح أحط عليها نايلون بهذا الشكل، وبخلي النايلون يلامس القشطة بهذا الشكل علشان ما تتشكل عندي طبقة ناشفة على وجه القشطة، وهيك رح أدخلهم التلاجة لغاية ما يبردوا تماما. هلأ القشطة عندي بردت وجاهزة لحتى أبدأ أستخدمها. شوفوا ما شاء الله لأني غطيتها كويس أبدا ما نشفت. هلأ بكيس تفريز عادي زي هيك باخد القشطة بحطها جوا الكيس لحتى أنا أسهل على حالي الشغل. بسكر الكيس وفتحته بالمقص بهذا الشكل لحتى أسهل على حالي الشغل. أنا اليوم استخدمت سمن كديدي، طعمه مميز رائع للحلويات غير شكل. هون عندي زبدة وسمنة دوبتهم شوي لحتى اختلطوا مع بعض، وهي عجينة البقلاوة المميزة اللي أنا كتير بحبها، وفرجيتكم من وين اشتريتها ببداية رمضان، متوفرة بأغلب الجمعيات بس بسرعة بتخلص لأنها ما شاء الله نوعيتها ممتازة. طبعا بجهز عندي فوطة لأنها بسرعة بتنشف وإحنا بنشتغل فيها، فلازم كل ما أخذ أغطيها. هاي العجينة لأنها طازج تقريبا مقصوصة عندي بهذا الشكل، ممكن ألفها على حسب كل جهة منها بهذا الشكل، وممكن أخذ ورقة ورقة وأبدأ أشتغل فيها. السمنة والزبدة عندي جاهزين، أول طبقة رح أدهنها بالزبدة والسمنة بهذا الشكل، وحط الطبقة الثانية. تقدروا طبعا تعملوها ورقة كاملة كبيرة وبعدين تقطعوها، بس أنا عندي تقريبا هي مقطعة جاهزة. شايفين كيف برجع بدهن كمان شوية سمنة وزبدة بهذا الشكل، خاصة الأطراف. برجع بحط طبقة ثانية من العجينة البقلاوة، شوية سمنة وزبدة. طبعا الكمية الطبقات انتوا بتتحكموا فيها، بس اكتر من 4 طبقات ما يعني ما بصير كتير، يعني بكفي لانه لسه حرجع الفها. بحط القشطة بهذا الشكل ببداية الورق، وببدأ الف فيها بشكل اسطواني كتير سهلة. هيك صارت اصابع البقلاوة بالقشطة جاهزة، رح اصفها بالصينية بهذا الشكل. الصينية عندي جاهزة، دهنتها بالسمنة والزبدة شوي، ورح أرتب أصابع البقلاوة بهذا الشكل. يا أمارة يا أمارة يا تسوى الزجارة، الزجارة عالية بدي بارك صغيرة. يا أمارة دائما خلوا ببالكم معلومة إنه عجينة البقلاوة بتحتاج درجة حرارة متوسطة. هلأ رح أدخلها على الفرن على الرف الوسط على درجة حرارة 160، رح تاخد تقريبا 20 دقيقة أو حسب حرارة فرنكم. هلأ هيك جاهزت عندي أصابع البقلاوة. لو في سمنة أو زبدة زايدة بعملها بهذا الشكل، وأي سمنة أو زبدة بتنزل بشيلها. رح أستناها تبرد شوي، يعني على الأقل يعني ربع ساعة، بعدين رح أضيف لها قطر بارد. ضروري القطر يكون بارد لحتى نحافظ على قرمشة أصابع البقلاوة. بعد ما برد رح أضيف له القطر البارد. أنا ماما لاي كفلة، واو ماما رائعة. بتركه لغاية ما يتشرب القطر وبقدمه. وهيك أصابع البقلاوة بالقشطة المنزلية صارت جاهزة. إن شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم. Oh my God, amazing!
عن هالطبق بكل فخامته، مكوناته جدا بسيطة موجودة بكل بيت، وبتقدروا كمان تستبدلوا القشطة بالجبنة لو حبيتوا. شكل شوفوا ما شاء الله كيف القشطة متماسكة وتشرب القطر وبعده بقرش غير شكل. جربوها رح تعجبكم. وبالنهاية شكرا لحسن مشاهدتكم، ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، ولو لسه مو مشتركين بقناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد.